الأشياء اللي صدمتني في حياتي إنه في بنت في منطقة عشوائية ابن عمها قال إن يوم فرحها قال أنا أحق بيها، فأبوها أصر إنه تحصل الدخلة على محطة الأتوبيس، محطة الأتوبيس على المحطة في الشارع، هي حكى عرض علني بقى. والستات أحاطوا فرش الملاية والستات أحاطوا البنت، وأبوها قال يتاخد شرفها في الشارع. طلعت آنسة يتجوزها عرسها، ما طلعتش تتقتل على محطة في الأتوبيس، محطة على الأتوبيس محطة الأتوبيس في عين السير. مرعب اني افكر ان اب يصر ان هتك عرض بنته يتم على الملأ في ميدان عام قدام الناس كلها في الوقت اللي هو مربيها طول حياتها على ان جسدها له حرمة. فبدل ما يقتلوها فقتلوها معنويا. ليس نادرا انه بعض النساء تقول لفظ يعبر بشكل دقيق عما يحسون به بالعلاقة الجنسية مع الزوج، تقول لك بعد ما يستعملني جوزي ببقى يا تعبانة، ساتر. أو بعد الاستعمال، هي تجد هي معون للاستعمال وليست شريكة للحياة. أنا حصل معايا إن أنا أخد، يعني حصل إن هو بلدي، فما كنتش أحب إن هو يبقى بلدي. يعني هي لحظة سعادة ومش لحظة سعادة. لحظة سعادة إن أنا فرحانة إن أنا داخلة دنيا جديدة مع بني آدم بحبه وعروسة ودنيا جميلة هخش فيها، ولحظة مؤلمة اللي هي حتة ال يعني الدخلة اللي أنا دي بتبقى صعبة برضه أوي، يعني مش حلوة يعني. وأنت بتتحطي في منظر يعني رهيب أب مش حلو كده، على طول خبط لزق، فستاني يتفتح، الطرحه تتقلع في ثواني، توتر، يلا مش عارفه ايه. في لحظه انا مثلا مكسوفه منه ومحروجه منه الاقي نفسي اتكشفت مثلا عليه مره واحده، دي بتبقى صعبه طبعا مش حلوه. انا لاقياك انت يعني معايا في اللحظه دي، عمتي في اللحظه دي معايا، اهلي في اللحظه دي معايا، كله مشاركينك ان انت شايفني في حاجه. انا ده انا كنت بكسف منك مثلا من بنتي ان انا ممكن حتة كسوف ان انت تلمس ايدي. لحظة واحدة كده لقيت نفسي في وسط اهلي، معلش عريان بقى وحاجات زي كده. الحاجة دي في دماغي ان انا خايفة منها بس عارفة ان انا في لحظة هعملها معاه مش هيبقى في خوف، هبقى بحب بقى. توتر، خوف من الحاجة دي، ان الحاجة دي انا مش عارفة ايه اللي هيحصل فيها اصلا، يعني مش في دماغي حاجة الحتت البيضة ديت والحاجات اللي هي معاك دي اللي انت هتعمل بيها ايه يعني. ومعنا نادية. نادية دخلتي دخلة بلدي، كان بالنسبة لك ده انصاف ليكي مجتمعيا ولا بتر ليكي شخصيا؟ هو في الواقع هو كان زي ما هنقول كده هو اختصار، هما طبعا زفونا كالعادة الأهل والأصحاب وكده، ولما طلعنا أنا طبعا كل اللي كان في اعتقادي إن أنا أخش أنا مثلا أنا وجوزي أو أنا والعريس وخلاص، بنقفل الباب ونشوف هنبتدي الحياة دي إزاي. وحتى لو ده حصل ودخلنا أنا وهو قفلنا الباب، مش هكون يعني بالجراء اللي أنا أقوم أقلع وكده، لا طبعا هكون طبعا مستحية شوية أو يعني حاجة يعني هما ما خلوليش أي حاجة، ما خلوليش إن أنا أتكسف أستحي أتحرج منه أكلمه أقول حاجة، ما خلوش رأي خالص، لا هم ولا هو. أنا لقيت اللي والدي واقف بره، ولقيت خالتي وعمتي ووالدتي وكلهم خشوا أكنهم خشين عشان يقتلوني، وهو بيساعدهم، هو جوزي اللي أنا بحبه بيساعدهم. يعني لقيته حسيت إن هو مش حكاية إيه، إن هو بيقلعني الهدوم يعني أو بيديني فرصة حتى لا الطرحة ارمي ومش عارف إيه الفرصة. لا 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 كده مرة واحدة بالشكل ده عادي، زي ما يكون مصدق، معرفش مصدق ولا هجوم يعني ولا ده هجوم عليا. ما هو أنا بقول لحضرتك اغتصاب ليه؟ لأنه هو نفسه هجم عليا خلى دمي نشف. وبعد الموضوع دوت ما حصل طبعا هما زغرته مش عارف إيه ونزلوا، ايه دي بقى خدوا بقى القماشه اللي كانوا جايبينها دي او المنديل اللي هو طبعا في الدم وكده، وخرجوا بره وزغرطوا مشاعر ناحيتها كانت بقى كان شكلها ايه بعد ناحيته هو ناحيه عيلته. انا زعلت منهم قوي لعدم ثقتهم فيا، لان كلهم طلب زي ده وهم ما ثقوش في بنتهم، وهو ما حمانيش، وهو ده اللي زعلني في الموضوع كله. وبعدين بالتالي بعد ما حصل الموضوع ده معايا
حسيت برعشة في جسمي واضطراب وخوف، وحسيت ان انا بكرهه، ان انا مش عايزاه خلاص. قعدت 4 ايام جالي نزيف، ده غير الخوف كمان. يعني حسيت انا خلاص بعد كده، يعني حتى لما كنت يجي يطلبني مثلا كزوجته كده اخاف اهيب، وما عندي من جوه وما عنديش الرغبه دي. قدرتي تخلصي من المشاعر دي مع الاستمرارية؟ هو مع الاستمراريه شويه، لكن كل ما بفتكر او بشوف فرح حواليا او بسمع ان واحده تتجوز بقول مسكينه، يا ريت ما عملوش مع اللي عملوه معايا. ما كانش ينفع تقولي لا؟ كنت منتظر ان حد تاني هو اللي يقول لا، جوزي نفسه.